بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الفاضل محمد الكوهجي النائب الثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. الأخ الفاضل النبي بن عبد الله الشعري رئيس مجلس إدارة جريدة البلاد المحترم. السيدات والسادة الحمد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذا الحفل والذي يأتي كبادرة مميزة من جريدة البلاد بالاحتفاء بشركاتنا الوطنية التي تسهم بدور فعال في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره. أيها السيدات والسادة، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، يأتي مشروع قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية، والذي يهدف وفق معايير محددة إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، دعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة سيدي الحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحديثة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. حرصت حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة خلال السنوات القليلة الماضية للعمل مع شركائها وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة البحرين على تشجيع القطاع الخاص ضمن خطة متكاملة قامت بتنفيذها الوزارة لتطوير قطاع الأعمال في مملكة البحرين، حيث ركزت فيها على تعزيز مبدأ تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والدولية عن طريق تقديم مختلف تسهيلات للمستثمرين من خلال العمل المستمر والمتواصل على إصدار وتعديل التشريعات والقوانين والإجراءات بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بما يدعم نمو الشركات واستدامتها. كما لابد لي من الإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مجال الرقابة من خلال تعزيز نشر ثقافة ومفاهيم حوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتوفير التقارير المالية المدققة وفق أفضل المعايير المحاسبية الدولية، حيث تعتبر من الأمور الأساسية التي أعطتها الوزارة الأمنية التي تستحقها في الآونة الأخيرة. بالنظر إلى أن مملكة البحرين رائدة في مجال العولمة على أصعدة مختلفة، تبنت فيها الوزارة إصلاحات كبيرة شملت التحرير التجاري والتنوع الاقتصادي والخصخصة متماشية مع اقتصاديات الدول الأخرى، وقد تزامن ذلك إجراء عدد من التعديلات على القوانين المطبقة حالياً وبالأخص قانون الشركات الذي دلل العديد من المعوقات في مجال تأسيس الشركات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التجارة الإلكترونية والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية ومسايرة المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والعالمية، كي تكون مملكة البحرين على الدوام في طليعة الدول التي تؤمن المناخ الاستثماري الملائم لتحفيز القطاع الخاص وانعكاسا لتوجيهات الحكومة الموقرة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني. وقد تزامن ذلك مع وعي مجتمعي متفاعل، حيث شهدنا في الآونة الأخيرة انتقالا جذريا من المؤسسات الفردية إلى الشركات، وقد عكس ذلك نمو نسبة الشركات في السجلات التجارية من 32% في عام 2016 إلى 46% بنهاية العام 2021، مما يبشر بالمزيد من النضج في تكويننا المؤسسي ويضيف على ملامح الاقتصاد البحريني المتجدد والمواكب للتغييرات العالمية. ولا يخفى على الجميع مساهمات الشركات العائلية في مملكة البحرين، والتي تشكل نسبة جيدة من الشركات العاملة والمرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتي من بينها شركات لأعرق العائلات التي لها باع طويل في أعمال التجارة ليس في البحرين وحسب، وإنما في الخليج وفي العالم بأكمله. كما لا يفوتني أن أبين للسادة الحضور اهتمام الحكومة الموقعة
بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين إنتاجياتها لتكون في مصاف أقوى الشركات الوطنية، حيث أن دورها في تنمية الاقتصاد الوطني يحتل مكاناً بارزاً سواء كانت عائلية أو خاصة. ومنذ أن أصدر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية توجيهاته الكريمة بإنشاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، وبهدف التنسيق بين جهودها وجهود الشركاء الأساسيين في المنظومة الريادية كوزارة شؤون الشباب والرياضة، مجلس التنمية الاقتصادية، صندوق العمل التمكين، وبنك البحرين للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لدعم قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحسين قدراتها في الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي والتسويق ومستويات توظيف العمالة البحرينية. وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي عصفت اقتصاديات العالم، إلا أننا نعيش حالة انتعاش في هذا القطاع ونشهد نمو متواصل في المشاريع الريادية وتأسيس الشركات، حيث سجلت مؤخرا نموا بمقدار 8% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الربع من العام 2019. انطلاقاً من خطة التعافي الاقتصادي، فقد عكفت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع شركائها في إعداد خطة محددة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام 2022 إلى 2026، استكمالاً والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي مستقل لاحقاً من هذا اليوم، وذلك استكمالاً للدورة الأولى من الخطة والتي امتدت إلى الأعوام 2018 إلى 2022 وترتكز على المحاور الاستراتيجية الأساسية والمتمثلة في تيسير التمويل، تسهيل الدخول إلى الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى تطوير المهارات وتعزيز الابتكار. ختاماً، يسرني أن أكرر شكري لجريدة البلاد على هذه المبادرة الصادقة، كما أتوجه بالشكر أيضاً لغرفة تجارة وصناعة البحرين على استضافتهم لهذه الفعالية، متمنياً للجميع تمام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.